مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج التقرير. في حلقة اليوم باش نعملوا جولة مع جمعية مرام للتضامن، وهي جمعية تونسية تأسست في جون في 2014. جمعية مرام تعتني بالأطفال المرضى بالسرطان. جمعية تانا تعتني بالأطفال المرضى بالسرطان. سنة في 2015 on a lancé des projets. Un projet qui touche à l'infrastructure, à la rénovation des unités d'oncologie pédiatrique. وبدينا بمبروجي بيلوت اللي هو اليونيتي بتاع صالح عزيز. جمعية مرام تقدم برنامج بعنوان مرام فور دريمز، وهو برنامج لتحقيق أحلام الأطفال المرضى بالسرطان. الفولي هذا في الأسوسياسيون بتاعنا اسمه مرام فور دريمز، et consiste à réaliser les rêves des enfants cancéreux. On a commencé aujourd'hui avec Youssef qui rêvait d'être un capitaine de bateau, inchallah rabbi taoul fi amro. Programme هذا اللي هو باش نحاولوا منه باش نحققوا احلام الاطفال المرضى بالسرطان. الاطفال هذو كيما اي طفل عنده احلام يحلم بهم، دونك احنا فيا سو بروغرام ان شاء الله باش نحاولوا اون فاي سي دو رياليزي معناتها لي ريف نتاع الصغيرات هذو. حلمت اليوم حلمة طفل صغرون اسمه يوسف. يوسف عمره 8 سنين يحلم باش يكون كابيتان دو باتو. كيف ما تراهي لي تيميد برشا، سورتو مع الدواء ومع الحاله اللي هو فيها زاد اكثر، فهمت؟ مش ما كانش قبل هكا، كان يحكي ويلعب ومي توا خاطر توا بريسك 4 سنين ولا 5 سنين وهو سو تريتمون هيك. علاش كي قالوا له شنو تحب؟ نحب نسوق الباتو، نحب نسوق، نحب يعني نولي هكا قبطان ونسوق الباتو. نسوق مريض مليح، نعرف نسوق، انا سواق قوي. خرجنا مع القبطان يوسف في رحله بحريه جميله برشا اكد فيها اللي هو مستقبل كابيتان كبير برشا، وهذيك علاش باش نهديو له غنيت انت معلم، على خاطر يوسف اليوم اكد اللي هو معلم في قياده لباتو. نشوفوا رحله يوسف في برنامج التقرير.